سيئة. تمريرة بعيدة. كرة المنتخب الجزائري إمكانية. برافو برافو اللاعب بزاز 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 مر الآن يا بزاز. سدد والتعادل والتعادل الجزائري. نعم سدد يا بزاز. ما زالت المباراة طويلة. ما زالت لم تكتب بعد. واحد واحد برافو يا بزاز. يكتب الهدف لبزاز. واحد واثنين. جاب الكرة من الشريط النهائي للمرمى وكان ممكن 6 أمتار. اجتهد وأصاب. ضرب وضربت الكرة في الشيخ جاي. وبزاز هو الشيخ. هو الشيخ بزاز. واحد واحد ممتاز. على فكرة في الجزائر يستعملوا كلمة الشيخ لما تعز إنسان.